تؤدي الى هلاك الجسد. واحيانا الفعل لا تحكم عليه الا بمآلاته، فتنظر الى المآلات. مآلات هذا الفعل مآلات حسنه، لانها ستؤدي الى حفظ النفوس وحفظ الاعراض وحفظ الاموال، ثم انها ان شاء الله في مآلاتها الفائده سوف تؤدي الى يعني مواجهه القضايا الاسلاميه واهلها حسنه ان شاء الله تعالى. وبالتالي الذين خرجوا ايضا من باب التخاصم، الذين خرجوا في هذه التوراه للامر بالقسط فقتلوا، ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم. هؤلاء الناس الذين خرجوا لنقل القسط ولم الاصلاح ولم بالتغيير الى الاخر، هؤلاء شركاء عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا اعمال النيات، اذا كان هذه النيه، اذا كانت النيه هي رفع القول ورفع الجو ورفع التعبير عن الناس وهذا الكلام، فهذا شهيد عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس مني ولا ينبغي ان يكون مني، وانما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه حين قال: سيد الشهداء حمزه ورجل ورجل قام الى امام جاهل فامره ونهاه فقتله. هذا الامام قد يكون مسلما قد يكون كافرا قد يكون اي شيء، لكن الذي قام قام ليغير الحال من الجو الى العدل، ليغير الحال من الظلم الى العدل. فهو قام الى امام جاهل فامره ونهاه: افعل كذا ولا تفعل كذا، لا تقتل الناس، لا تسرق المال العام. فقتله. هذا شهيد من الله سبحانه وتعالى. الشهاده ايها الاخوه تكون في هذا الموضع ايضا، ليس فقط في موضع يتقاتل فيه المسلمون مع الكفار فقط، بل هو ايضا في موضع يقوم فيه انسان مسلم عالما كان او غير عالم، يقوم الى رجل الى حاكم جائر امام اي حاكم جائر يقوم اليه فيقول هو ان هذا هذا شهيد من الله سبحانه وتعالى. فاخوانكم من طلبه العلم في البلاد المختلفه، من طلبه العلم في الزيتون وفي تونس، ومن طلبه العلم في الازهر وفي جامعه في قسم الشريعه، وفي هؤلاء من طلبه العلم المشايخ الذين قتل منهم العشرات في هذه الدورات الثوره المصريه، الذين قتل منهم المئات والالوف في الحقيقه في الثوره الليبيه، ويقتل منهم الان عشرات الالوف في البلاد المختلفه. هؤلاء قاموا بتغيير الوضع من الجو الى العدل، بتغيير الوضع من الاستبداد الى الشورى، بتغيير الوضع من ضياع الانفس والاعراض والاموال والدين الى الحفظ والعصمه لهذه المعاني. هذا من الاسلام هو الفقه، وهذا هو لب الاسلام وتطبيق الاسلام في واقعنا مثلا السياسي. هذا لله. مقام الشريعه ايضا تمثل باب التجديد في المسائل الفقهيه، ذلك لانها تاخذ المسائل الى مستوى اعلى من التفكير، اعلى من دلالات الالفاظ المجرده، لان دلالات الالفاظ المجرده ايها الاخوه احيانا لا تكون مقصوده في ذاتها، وانما تكون مقصوده لما وراء هذا المعنى. يعني احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا ويعني فيه ما وراءه من معنى. هذه طبيعه اللغه العربيه، يعني هذه يعني ليست بدعة من القول، وانما هذه طبيعه اللغه، هذه لغه الشاعره، لغه المجاز، لغه الخيال. فمثلا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف بحديث بني قريظه، حين امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ان يصلوا العصر في بني قريظه، فقال: لا يصلين احد العصر، لا يصلين احد العصر الا بمني قريظه. فما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام
اللي كان في لغة العرب كلام واضح وكلام مفهم ويعني باللغة الأصولية الشيء لا يصلينا لا نبيع ثم النور بالتأكيد أحد هذا رفض مفرق هذا عام لم يخصصه شيء وهذا مفرق لم يقيده شيء وهذا مفرق لم يمسكه شيء وقال لا يصلينا أحد العصر إلا الاستمرار في بني قريظة هذا كلام ليس في لغة العرب ما هو أوضح منه لكن الكلام لم يكن مخصوصا لهذه وإنما لما وراءه من معنى فالصحابة رضي الله عنهم قالوا بعضهم قال نصلي لبني قريظة حين دخل وقت المغرب ولم يصلوا إلى بني قريظة فلما يصلوا إلى بني قريظة دخل وقت المغرب فقال بعضهم نصلي في الطريق وقال الآخرون لا هذه ليست بني قريظة يعني هو كما يعني بعض الشباب مثلا لا تصلوا العصر إلا أين نحن في المسجد لا تصلوا العشاء إلا في دينه لا تصلوا العشاء إلا في دينه ما معنى هذا الكلام؟ هل هو عن توحيد الصلاة؟ لا هو عن الإسراء هو عن الذهاب إلى دينه وليس عن تدريب الصلاة الصحابة رضي الله عنهم قالوا لم يرد ذلك أي لم يقصد ذلك الإرادة أو القصد هذه معاني نفس المعنى لم يقصد ذلك وإنما قصد الإسراء أي قصد الإذهاب إلى بني قريظة وصلوا في الطريق هذا حديث أرض في هذه المسألة أننا أحيانا نقف عند ظاهر الكلام ولا نعتبر مقصود الكلام ومقصود الكلام قد يكون اهم من ظاهر الكلام الحكمه والعله والمقصود وهذه يعني نخلطها الان ونقصدها ان شاء الله في المحاضره الثانيه الحكمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هي الاسراء هي ليست قضيه تغيير وقت الصلاه وبالتالي احيانا ننظر إلى الحديث أو إلى الآية ولا نعتبر ما وراءها من معاني ولكن الكلام العربي ينقسم أحيانا ينقسم دائما حقيقة إلى كلام وسائل وكلام مقام أحيانا الكلام يكون وسيلة لما وراءه من معنى وأحيانا الكلام يكون مقصودا في حد ذاته الكلام الذي هو وسيلة هذا من نحو قول الله سبحانه وتعالى مثلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل رباط الخيل هذا ليس مقصودا في ذاته وإنما هو وسيلة إلى ما وراءه من معنى رباط الخيل ليس هو المقصود هذا الرباط المقصود هو الخيل بل الخيل ليس هو المقصود المقصود هو آلاف الفرق يعني هذا قد يكون تفاهما صاروخا طائرة بل اليوم ليس هذا هو المقصود بل المقصود هو أسباب القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القوة مطلقا يعني هناك بلاد بصواريخ ودبابات وقاطعات وهزم عذاب منكرا كما حدث في أمريكا في العراق وفي أفغانستان وهذا كلام واضح يقول لي عينيه أن القوة وحدها لا تستطيع أن تصنع نصرا اليوم فرباط الخيل هذا ليس عن الرباط ولا عن الخيل ولا حتى عن الصواريخ والدبابات وإنما هو عن القوة هذا من آيات الوسائل وليس من آيات المطالب يعني هذا ليس مقصودا في حد ذاته وإنما المقصود وإنما المقصود ما وراءه من معنى فكما يعني يقول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وحين يقول صلى الله عليه وسلم مثلا وذكر في بعض السور في الأحاديث التي تتعلق بما سمي
ويعاد الزكاة، ويعاد الزكاة. مثلا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على مسلم في فرسه صدقة. مثلا هذا كلام وعام ومضبط، لكن العلماء وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه رأوا أن هذا الكلام له ضرر بالمعنى، وأن هذا الكلام ليس مقصودا في ذاته. ولذلك عمر رضي الله عنه بدلا في حديث أبي يعلى، وهو يعني كان معروف عندكم حين كتب أبو يعلى وخصمه يعني في مسألة الفرس، هناك فرس، وعمر رضي الله عنه سأل كم تبلغ هذا الفرس؟ كم قيمة هذا الفرس؟ قال الرجل 1000 ناقة، يعني تبلغ قيمة الفرس 1000 ناقة. فعمر رضي الله عنه قال نأكل زكاة على 40 شاة ولا نأكل على هذا، يعني الذي عنده 40 شاة يدفع زكاة، والذي عنده من النوم 5 يدفع زكاة، والذي عنده من النوم 1000 لكن في صورة حصان أو في شكل الخيل أو في شكل النمر أو الناس أو شكل المطاط أو غير ذلك لا يدفع زكاة. لماذا؟ يعني ما هذا الكلام؟ هل هذا هو الإسلام؟ فعمر رضي الله عنه نظر إلى المسألة في مقاصدها، الأمور في مقاصدها، نظر إلى هذا الحديث لما نراه معه، فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ زكاة على الفرس أو على الخيل، لأن الخيل في ذلك الوقت كان يسيرا، لم يكن هذا كثيرا، ولكن إذا بلغ هذا كثيرا أمر عليه الزكاة، أمر دينارا على كل خيل، ولو حسبتم أيها الإخوة الدينار وجدتم أن هذا الدينار هو تقريبا ربع الرشد، ربع الرشد من قيمة هذا الفرس، فكأنه كبر هذا الفرس كأنه ذهب أو فضة، وأخذ ربع الرشد، ولذلك هو رضي الله عنه خفها المعنى المقصود من الحديث، خفها المعنى المقصود من الحديث، ونظر إلى ما وراء الألفاظ من دلالات، وهذا من الحقيقة الاجتهاد، لأننا إذا وقفنا على الألفاظ والألفاظ فقط لا نستطيع أن نجتهد في المسائل التي تجد، لأن الألفاظ أحيانا تكون مقصودة في ذاتها، وأحيانا تكون مقصودة لما وراءها معنى، ولكن نفرق بين هذين النوعين. نوع من الألفاظ هو مقصود في ذاته، وهو يعني شرع في ذاته، وهو تعقل في ذاته، ونوع من الألفاظ ليس فيه تعقل، وإنما يدور مع المقاصد والمصالح. فينبغي أن نعرف عند الألفاظ هذه الخطة، ونحدد هل هذه عبادة؟ فإن كانت عبادة أخذنا بها، هل هذه معاملة؟ إن كانت معاملة بدأنا في الحديث عن المقاصد والمصالح، لأن هذا هو الأصل. وهذا الحقيقة فرق هام لعلي أحكم به هنا في هذا التفكير بين العبادات والمعاملات، لأن العبادات لا يوجد فيها هذا الكلام.